مجرد قبولهم للفيلم في المهرجان انا شايف ان هو بدايه جايزه. انا لما باجي اختار فيلم قصير ما بختارش فيلم قصير صعب على الناس، العباقره عندهم عبقريتهم. انا ممثل لا اسعى للورق، ما بعرفش اكلم منتج ولا اعرف اكلم مخرج ولا اقول لحد طب ايه هنعمل ايه، طب انا عندي مش عارف. ما بعرفش اعمل ده لان بحس ان نقطه حام على الـ على الـ على, الـ على الناس يعني. فانا بيجي لي ورق كويس، فلما بلاقي ورق كويس فيلم قصير وبيبقى فيه شاب عايز يقدم حاجه زي الفيلم الاخير اللي انا عملته اللي هو 600 كيلو، مخرج جميل صغنون اسمه محمد اشرف لا يتعدى سنه 24 سنه، عامل فيلم رائع الحمد لله. راح مهرجان الاقصر وراح مهرجان مالمو وراح سينما افريقيا في امريكا وهيلف شويه مهرجانات. مجرد قبولهم للفيلم في المهرجان انا شايف ان هو بدايه جايزه يعني. يعني ما هو بيتقبل في المهرجان 20 فيلم، اللي بياخد الجايزه فيلم، لكن 20 فيلم يستحقوا انهم يخشوا المهرجان، فدي في حد ذاتها بالنسبه له للشاب اللي بيقدم الفيلم خطوه. انا لما باجي اختار فيلم قصير ما بختارش فيلم قصير صعب على الناس، انا بيهمني في الاخر انه ينزل على السوشيال ميديا، ينزل في قناه الناس تفهمه، او اولا للجمهور. فانا بيجيني مثلا سي 7-8 افلام قصيره بختار منهم واحد او اتنين، الباقي ساعات بيبقى فيه رمزيه زياده. انا عملت صوره سيلفي ده اخد بسم الله ما شاء الله يعني 3 جوائز من كذا مهرجان، وتعرض في مهرجان قرطاج وتعرض في مهرجانات زي وهران. فيلم للجمهور، انا بقدم فيلم جمهور، هو مش فيلم قصير يعني في اغتراب وغربه لا 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 لا، فيلم منطقي يتشاف يتفهم ويتفهم لاقل الناس. لان انا لما بقدم فن ما بقدموش للعباقره، العباقره عندهم عبقريتهم، انا بقدمه للبسيط اللي عايز يكون عنده وعي، ياخد وعي زياده، يستفيد حاجه، يوصل لمعلومه. فما بقدموش للعباقره يعني، بقدمه للشعب العادي للجمهور.